يلا سيف الدين مخلوف باش نبداو بزوز مقدمين شاركوا في المناظرات الرئاسية. لمن الشكر ولمن التوبيخ بين الياس الغربي وشاكر بسباس؟ لا نحب نشكرهم الكل خاطر يعملوا في مجهودهم. انا نحب الشباب يظهر لكن قانون البرنامج للاسف يا لا ما نحبش سيف الدين لا مخلوف. وشو الفرق بين شاكر بسباس وبين اعطي رايك تفضل. مثلا انا نقول مثلا شاكر مثلا راه اقرب لي انا مثلا لكن الياس الغربي مبدع في المجال نتاعو. حتى نختلف معه من حقه يختلف معي وما نجم حد ينكر انه هو من ألمع الصحفيين في تونس. واضح دونك ما نجمش نوبخوا عليه نوبخ فيه. هو باش نكون كريم معاك ونعدي لك هذه جايين لازمك تلتزم بقانون البرنامج. أنا تحت تهديد انا طبعا. لا الكرم مو فيه به زوز كرم الغربي ملعب صديقك اللي يحتاج عليه به.